بالتأكيد كلنا بنتابع الجهود الدبلوماسية القوية اللي بتقوم بها الدولة المصرية لخفض التصعيد الداير في غزة بسبب القصف العدواني على قطاع غزة. كل تأكيد طبعا الدبلوماسية المصرية بتقوم بدور مهم جدا، كل يوم في تحركات غير مسبوقة على المستوى الدولي. خلينا نقرأ المشهد عن قرب من ضيفنا اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون، سيادة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة. سعادة السفير صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين جميعا. صباح الخير لشعبنا الشقيق في مصر، صباح السلامة والخير لشعبنا في فلسطين. يا رب يا رب. سعادة السفير، في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه ابرز المشاهد اللي بترد لحضرتك من داخل القطاع خلال الايام اللي فاتت؟ والله انا اتابع المشهد عن كثب واجري الصلاة ايضا مع اهلنا و شعبنا وكل معارفنا هناك، خاصة في قطاع غزة. الوضع هناك لا يبشر بخير. الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف تدمير المباني والمساكن وتدمير البنية التحتية وكافة المرافق الخدماتية. قطاع غزة يعيش ويمر بكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. هو منذ 7 أكتوبر بدون كهرباء، بدون مياه، بدون غذاء، بدون حتى أي مقومات طبية. يمكن أن نلخص بعض الأرقام للمشهد، لكن هذه الأرقام بحاجة إلى تحديث على مدار اللحظة، لأن كل لحظة صحيح في هناك إضافة لعدد الشهداء، عدد الجرحى والمصابين، عدد المباني التي تم تدميرها إلى آخره. مثلا حتى صباح هذا اليوم لدينا حوالي 23,000 مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومصاب في قطاع غزة. لدينا أكثر من 230,000 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل أو تضررت بشكل جزئي ولم تعد صالحة للسكن. لدينا 1,400,000 مواطن فلسطيني من أصل 2.5 مليون أصبح بدون مأوى، بدون مسكن. الذين لجأوا إلى مدارس وسارة الغوث والمستشفيات تم استهدافهم، تم قصف العديد من مدارس وكالة الغوث التي تأوي المواطنين، وتم قصف العديد من المستشفيات. حتى القطاع الصحي تعرض إلى ضرر كبير، أكثر من 7 مستشفيات كبرى خرجت عن الخدمة، 21 مركز صحي خرج عن الخدمة، المستشفيات التي بقيت تعمل 5. سعد سفير صوت مش واضح يا فندم. العلاج للجرحى والمصابين. الوضع في غزه وضع كارثي ينذر بتداعيات ومخاطر كثيره من شانه ان يهدد الامن والاستقرار، ليس في فلسطين فقط وانما ان يهدد الامن والاستقرار في المنطقه والعالم. صحيح. لذلك نحن نحذر من مغبه انزلاق الامور الى اخطر من ذلك، لانه سبق ان حذرنا مما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في انحاء الضفه الغربيه والقدس وحصار قطاع غزه، ولم يصغي احد لنداءاتنا وانزلق الوضع الى ما انزلق اليه من حرب قامت بها اسرائيل على غزه. وايضا بالتزامن مع هذه الحرب هي دي الضفه الغربيه تعيش حاله من العدوان المستمر. لدينا حتى صباح هذا اليوم 96 شهيد منذ 7 أكتوبر، لدينا حوالي 1,300 معتقل فلسطيني حمله الاعتقالات تتم بشكل يومي، وكل ليله هناك عشرات المعتقلين واكثر من 1,500 جريح. وهناك ايضا تغول مستمر من قبل المستوطنين وعصاباتهم المسلحه ضد شعبنا في الضفه الغربيه. لذلك نحن نواجه حرب على غزه، نواجه عدوان اسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني. وهنا ياتي دور مصر الشقيقه الكبرى، هذا الدور المهم والفعال والمؤثر. شفنا ده سعاده السفير في قمه القاهره للسلام، ازاي قادر تشوف انعكاسها على الوضع الحالي شديد السوء في قطاع غزه؟ مصر منذ اللحظه الاولى تحركت، اجرت اتصالات وبذلت جهودا حثيثة من اجل وقف هذه الحرب ومن اجل وقف هذه العدوان. ومصر والسيد الرئيس حينما دعا الى هذه القمه كان يأمل، وكنا نحن نأمل أن تتخذ هذه القمة التي تضم عدد من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وإيطاليا وألمانيا واليابان والصين وروسيا
واعضاء لك طبعا وطبيعه الحال اعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي، كنا نامل ان تتخذ قرارات على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخاطر، هكذا كانت تامل مصر. لكن للاسف الشديد الاوروبيين والامريكان ومن معهم جاءوا بمواقف مسبقه، نفس الموقف الذي سجلوه في مجلس الامن جاءوا به الى قمه السلام. برغم ذلك، برغم عدم صدور بيان، انا ارى بان هذه القمه كانت قمه مهمه لانها عززت موقف المعسكر العربي بقياده قطر، عززت موقف المعسكر الصديق بقياده قطر، اكدت موقف مصر المحوري في الاقليم والعالم، واكدت دور مصر المركزي والرئيسي في القضيه الفلسطينيه. مصر هي الدوله العربيه بالشراكه الكامله مع الاشقاء في الاردن ودول عربيه شقيقه اخرى قادره على عمل شيء من اجل حقن دماء ابناء الشعب الفلسطيني ووقف ما يتعرض له. الجهود ما زالت مستمره، الاتصالات ما زالت مستمره، لن نتوقف، لن تتوقف هذه الاتصالات حتى نصل الى نتيجه توقف هذه الحرب وتضع لها حدا. وايضا كنا نامل ان يتم فتح افق سياسي، لانه لا يمكن الخروج من طائرة هذه الحروب المتكررة على غزة بين فترة وأخرى. يعني صرنا يعني احنا كل سنة في عدوان أو أكثر على غزة، وعدوان مستمر في الضفة الغربية. كيف نخرج؟ السؤال كيف نخرج بالوضع بفلسطين والمنطقة من تحت طائرة هذه الحروب؟ في تقديرنا نحن في فلسطين أن فتح أفق سياسي هو الحل، إيجاد حل جذري وعاجل للقضية الفلسطينية هو الحل لصيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، وايضا لبناء السلام العادل والشامل في المنطقه، وحقن دماء ابناء شعوب المنطقه. والسيد الرئيس الفتاح السيسي اكد على رؤيه حل الدولتين، والذي يعني الى اقامه دوله فلسطينيه مستقله ذات سياده كامله وعاصمتها القدس الشرقيه في حدود عام 67، جنبا الى جنب مع دوله اسرائيل ودول وشعوب المنطقه في العالم. وهنا ياتي دور المجتمع الدولي. بصراحه هذا المجتمع الدولي المخيب للامال، يعني والذي يعني لا دور له في هذه اللحظات التاريخيه العظيمه. واليوم انا استمعت الى الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي، يعني هناك تصريح بصراحه عجيب غريب، يعني هو يقول انه لا يريد، تصوروا ان الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي وليس الاسرائيلي يقول انه لا يريد، وامريكا ضد وقف اطلاق النار لعده ايام من اجل اغراض انسانيه، لأن من شأن ذلك أن يمكن المقاومة في غزة من أن تلتقط أنفاسها. يعني تصوروا أن أمريكا هي التي تدير الحرب، وده تصريح يا سعادة السفير غريب جدا هذا التصريح. يعني في كل الصراعات وكل النزاعات اللي شفناها في المنطقة وفي العالم كله، دايما المنظمات الأممية بتقر هدنة إنسانية، هدنة إنسانية بمعنى أن المدنيين العزل اللي ما لهمش أي دخل في هذا الصراع، دايما بتقر المنظمات الأممية هدنة إنسانية لإدخال المساعدات ليهم. لكن في هذا أمريكا هي التي ترفض، ليس إسرائيل، أمريكا هي التي ترفض. أمريكا تشارك في مجلس الحرب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. أمريكا هي التي وضبت 8 مليار دولار و16 مليار دولار أخرى. أمريكا حركت 2000 جندي من المارينز، حركت وحدات خاصة من القوات الخاصة الدلتا، أمريكا حركت السفن الحربية الكبيرة البوارج إلى قطاع غزة، أمريكا تشارك في التخطيط في تزويد المعلومات العسكرية الدقيقة للجيش الإسرائيلي. يعني أمريكا حتى رفضت قرار تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطلب وقف العدوان، لم نطلب أكثر من ذلك. حتى قمة السلام في القاهرة ماذا طلبت من الأوروبيين والأمريكان الذين حضروا والأطراف الدولية الأخرى في هذا المعسكر؟ وقف العدوان. هم لا يريدون وقف العدوان. لماذا؟ هم يريدون إعطاء ضوء أخضر وتصريح لإسرائيل لارتكاب المزيد من أعمال التدمير والقتل والمجازر. إلى أين يذهب قطاع غزة؟ شعب قطاع غزة لن يغادر غزة. وكما قال السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، شعبنا لن يغادر أرضه، لن يترك وطنه، ولن يسمح بتكرار أخطاء الماضي، ولن يسمح بحدوث نكبة جديدة. طيب، والسيد عبد الفتاح السيسي قال مشكورا منذ اللحظة الأولى لطرح هذا المخطط، مخطط التهجير، وهو مخطط قديم جديد يطل برأسه بين فترة وأخرى، قال أننا لن نسمح بالتهجير.
مصر تستضيف 9 مليون، لان في ذلك تصفيه للقضيه بالفعل. طيب سعاده سفير، ايه الدور الدبلوماسي اللي من المفترض ان تقوم به الدبلوماسيه الفلسطينيه خلال الفتره القادمه، خاصه في الدول التي تدعم القوات الاحتلال؟ يعني احنا شايفين سعاده سفير حسام زمرط قام بمجهود كبير جدا وهو سفير فلسطين في بريطانيا في التعريف بالقضيه، وهل من الممكن ان الجهود الدبلوماسيه دي تتغير من وجهه نظر بعض الدول الاوروبيه لهذه القضيه؟ يعني هناك حرب رواية، يعني نحن ما نقوم به الآن كدبلوماسية فلسطينية وإعلام فلسطيني بالشراكة الكاملة مع مصر والدول العربية الشقيقة الأخرى والأصدقاء في العالم. نحن نريد إحداث تغيير في الرواية والسردية المزيفة المفبركة التي تروجها إسرائيل حول حقيقة ما يجري. لذلك نحن الآن أحدثنا هناك شراكة كاملة كما قلت بين الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والصديقة بالتحرك في الشوارع الأمريكي بين المواطنين الأمريكان والأوروبيين. حدثنا اختراق فعلي وحقيقي. يعني اليوم أنا شاهدت مظاهرة في أحد المدن الأمريكية، مظاهرة عالمة كبرى، أيضا مظاهرات في شوارع أوروبا. صحيح. كل ذلك يخلق رأي عام ضاغط على الحكومات. لكن للأسف لو أخذنا مثلا الإدارة الأمريكية على سبيل المثال، هي أيضا لا تعيد أي اهتمام للرأي العام الأمريكي ولا تعيد أي اهتمام للرأي العام الدولي، وهي ممعنة بمواصلة انحيازها السافر إلى جانب إسرائيل وإلى جانب الحرب على غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني. مفتاح الحل بيد أمريكا على الإدارة، برغم أن الإدارة الأمريكية منحازة ونحن نعرف ذلك وندرك ذلك، أننا نرضى بالرئيس بايدن والإدارة الأمريكية باتخاذ موقف، بديش اقول منصف او عادل، اتخاذ موقف يوقف هذه الحرب، يعمل على صيانه الامن والاستقرار في المنطقه، يعمل على صيانه الامن والاستقرار والعداله والديمقراطيه وحقوق الانسان في المنطقه والعالم. امريكا هي المسؤوله، مجلس الامن هو المسؤول، المجتمع الدولي هو المسؤول. نحن نتحرك في اوسع نطاق ممكن سياسيا دبلوماسيا قانونيا، كل سفرائنا وقيادتنا وبالشراكه الكامله، بين هناك شراكه تاريخيه استراتيجيه بين مصر والاردن وفلسطين. نحن نتحرك على مدار الساعه، ايضا معنا دول عربيه شقيقه اخرى، معنا اصدقاء في العالم يتحركون. لكن للاسف الشديد مجلس الامن فشل، المجتمع الدولي فشل، لكن رغم ذلك نحن سوف نستمر، لن نكل ولن نستكين ولن نتوقف عن مواصله العمل من اجل وقف هذه الحرب على شعبنا وحق دماء ابناء شعبنا وانقاذ قطاع غزه وانقاذ فلسطين من خطر هذه الصهيونيه الدينيه التي تحاول. سعاده السفير، ما دام المجتمع الدولي بيبارك هذه التحركات، ستستمر اسرائيل في ممارسه العنف وستستمر اسرائيل في الهجوم على الشعب الفلسطيني، ايه اللي نقدر نقوم بيه دلوقتي كمنظمات ومجتمع مدني بالاضافه للسلطه الفلسطينيه لتوثيق اللي بيحصل في يعني من جرائم اباده جماعيه او من جرائم انتهاك للقانون الدولي، علشان نقدر بعدها نطلب تحقيق دولي ويتم فتح تحقيق دولي ومحاسبة إسرائيل؟ بكل تأكيد نقطة مهمة جدا، ويعني لفت الانتباه إلى موضوع مهم، لأنه منظمات المجتمع المدني، هناك منظمات دولية عديدة، منظمات مجتمع مدني، هناك قوة ناعمة فاعلة مؤثرة، هناك أيضا صحافة تعمل بشكل مهني. كل هذه المحطات بالنسبة لنا مهمة جدا أن نتحرك من خلالها. طبعا نحن لسنا لفلسطين لوحدنا، نحن لسنا لوحدنا، هناك إعلام مصري، هناك قوة مصرية أيضا تتحرك، قوة عربية تتحرك، قوة صديقة تتحرك من أجل حشد أوسع جبهة دولية ممكنة في هذا الإطار، في هذا النطاق، لانه هناك مراكز صناعه القرار. كيف يمكن ان نؤثر على مراكز من خلال الصحافه؟ الصحافه قادره بالتاثير على صناعه مراكز القرار، العام قادر بالتاثير على مراكز صناعه القرار، كل ذلك مهم. يجب ان نتحرك على كل المستويات وفي كافه المجالات وبالتوازي وليس على التوالي. نعم. طيب عظيم، حضرتك بتقول ان احنا يجب علينا حشد اوسع جبهه دوليه، وده حاجه مهمه جدا يا فندم، ازاي ممكن نستغل حاله الدعم الروسي والدعم الصيني؟ ازاي ممكن نزود من هذه الحاله ونوسع من الحشد الدولي لهذه القضيه؟ وان كان في بعض الدول ممكن تتعاطف مع الوضع انسانيا فقط، لكن احنا ازاي نعتمد على دعم هذه الدول الكبرى؟
هذا ليست مساعدات إنسانية فقط، هي مهمة وحيوية وضرورية في هذه المأساة في غزة، لكن نحن نريد من هذه الدول العظمى روسيا والصين أن تتحرك على الأقل مع أمريكا من أجل اتخاذ موقف لوقف ما يجري. هناك اتصالات روسية وروسيا أبدت استعدادها للعمل مع كل الأطراف والشركاء من أجل وقف هذه الحرب. أيضا الصين أجرت اتصالات مع أمريكا من أجل العمل المشترك من أجل وقف هذه الحرب. أعتقد أن هاتين الدولتين قادرتين على عمل شيء، لذلك نحن نتمسك بالعلاقة مع الدول الكبرى الفاعلة المؤثرة الصديقة المؤيدة المناصرة الداعمة للحقوق الفلسطينية والعربية والقضية العربية، ليست فقط القضية الفلسطينية. نحن على شراكة استراتيجية مع روسيا ومع الصين ومع دول أخرى، كل هذا مهم. يعني أيضا لقاءاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي موقف كاتحاد واضح، يعني ليس قويا، لكن في دول الاتحاد الأوروبي ممكن أن تتحرك وتؤثر أيضا معنا على مراكز صناعة القرار، خاصة مركز صناعة القرار في الإدارة الأمريكية التي هي بيدها مفتاح الحل، بيدها مفتاح التهدئة، بيدها مفتاح وقف هذه الحرب، هي التي الآن تعمل على تأجيج هذه الحرب. أمريكا هي شريك كامل في الحرب على الشعب الفلسطيني، وتصريح مستشار الأمن القومي عجيب غريب اليوم أنه حتى لا يريد وقف إطلاق النار عدة أيام. في حرب 2014 استمرت 52 يوم و 51 يوم، في اليوم 30 تم وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، تمكن المواطنين من شراء المواد الغذائية، من تفقد بعضهم البعض، من السفر عبر معبر رفح إلى العالم الخارجي. لكن أمريكا في هذه المرة حتى لا تريد وقف إطلاق النار لساعات. الضرب متواصل على رؤوس المواطنين المناطق العسكرية. هل دي سياسة بتنتهجها الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني من لم يموت بالقصف حيموت بالتجويع وبالحصار بتعمله إسرائيل على أشقائنا في قطاع غزة. الوضع المزري اللي احنا شايفينه له علاقة بالأكل والشرب والأدوية. احنا شايفين حتى وإن حصل سياسة التجويع، ومن لم يموت بالتجويع بتحاول تخلق أجيال عندها سوء تغذية وعندها أمراض مناعية وعندها أمراض من قلة التغذية. بالضبط يا فندم، يعني أنت أصبت كبد الحقيقة. يعني من لم يمت بالحرب والقصف سوف يموت بالجوع والعطش. هناك ناس في غزة لم يشربوا الماء منذ عدة أيام، يعني تصور كم يستطيع أن يعيش الإنسان بدون مياه يوم ويومين 3 أيام. هناك جرحى ينزفون بدون علاج، هناك مواطنين ربما شهداء او احياء تحت الانقاض. يعني عدد المفقودين بين 1500 الى 2000 مواطن تحت الانقاض. نحن لا نستطيع انتشال جثمينهم من تحت الانقاض المباني. حتى اللطق العسكري باسم مجلس الحرب الاسرائيلي قال بانهم الليله الماضيه استهدفوا 54 هدفا عسكريا. والله التصريح ايضا عجيب غريب. ما هي الاهداف العسكريه التي استهدفها الطيران الحرب الاسرائيلي الذي يقصف في كل دقيقة صاروخ؟ ما هي الأهداف التي استهدفها؟ هو استهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ، قصف المباني على رؤوس ساكنيها ويقول أهداف عسكرية. أين هي الأهداف العسكرية؟ هل يوجد جيش في غزة مقابل هذا الطيران من حرب؟ وهل يحمل هذا الجنين يا فندم سلاح مثلا؟ نعم، يعني هل هذا الجنين هذا الطفل يحمل سلاح حتى يتم استهدافه يعني بهذه القسوة؟ أجلنا قتلوا في أرحام أمهاتهم. يعني تصور مشاهد فظيعة جدا، لدينا جثمين بدون رؤوس، لدينا جثمين أشلاء قطع من اللحم البشري لا نستطيع التعرف عليها، دفنت بفتوى شرعية في مقابر جماعية لأنه لا نعرف لمن هذا الجزء من الجسم، هل لهذا المواطن أو ذاك المواطن. ده طبعا بخلاف بكل تأكيد الشهداء اللي موجودين حتى الآن تحت الأنقاض. طيب خلينا نرجع تاني للموقف الأمريكي، وحضرتك بتقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي في إيديها إنهاء هذا التصعيد الأخير. الرئيس بايدن كان ليه تصريحات امبارح محتاجين نفهمها أكتر من حضرتك، بيقول أنه لا سبيل عن التخلي عن السلام ولا بد من حل الدولتين، يجب على الدولتين أن هم يعيشوا في أمان وسلام وكرامة. إزاي ممكن نفهم هذه التصريحات؟ الرئيس بايدن يعني أطلق تصريحات جميلة لتسلمه مهامه،
ولكن للأسف الشديد لم ينفذ أي من هذه التصريحات وهذه الوعود. وأنا قلت أن الأمريكان يتحدثون كثيرا ويفعلون قليلا. هو يتحدث في واد والواقع في واد آخر تماما. يعني هو يقول رؤية حل، يتمسك برؤية حل الدولتين. أين أمريكا الذي يدعم رؤية حل الدولتين والذي يعني إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة فلسطين؟ الرئيس ماكرون مثلا اليوم سيزور المنطقة، يبدأ تحرك، وقال بصريح العبارة أنه يستهدف وقف الحرب وإجراء اتصالات وفتح أفق سياسي يستهدف إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. عذرا سعادة السفير المقاطعة، ما تقوله هو التضارب بعينه في الموقف الدول الأجنبية، أنه اللي بيحصل أنهم بيقولوا أنهم بيطالبوا بوقف إطلاق النار، يعني أو بيطالبوا بتخفيف وطأة ما يحدث، ولكن زيارتهم المستمرة لإسرائيل هي نوع من أنواع الدعم الشديد سواء ليهم أو سواء أمام المجتمع الدولي. فكمية التضارب دي إلى متى ستستمر؟ أنا لمست بصريح العبارة أنهم يتحدثون بلغتين، يعني أمام العالم يتحدثون بلغة وأمامنا يتحدثون بلغة، وحينما يصفون بالإسرائيليين يتحدثون بلغة مختلفة تماما. يقولون أن من حق إسرائيل الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس من من؟ ضد من؟ يعني ضد هؤلاء النساء والشيوخ الأطفال الذين يقتلون ويصبحون على مرأة ومسمع من العالم. فإذا ارتكبت في غزة لحتى الآن بجانب ما تقوم به 51 مجزرة قوية حقيقية، يعني عشرات العائلات شطبت من السجن المدني الفلسطيني، أحياء بأكملها مسحت دمرت من على الخريطة الجغرافية، لم يعد هناك حتى معالم لها، يعني الناس فقدت بيوتها، فقدت كل مقدراتها، ممتلكاتها، مقتنياتها، أصبحت بدون مأوى. كل ذلك سوف يخلق واقعا صعبا، ليس أمامنا نحن في الشعب الفلسطيني. هذا ستضع الزرها في لحظة ما، لكن ما بعد هذه الحرب؟ كيف يمكن التعاطي مع ما يجري على الأرض بعد هذه الحرب؟ الوضع في قطاع غزة لا يمكن أن يتصوره عقل بشري. إسرائيل فقدت عقلها، إسرائيل في حالة جنون غير طبيعية، قصف من الجو ومن البر ومن البحر للناس للمدنيين، حتى الذين خرجوا من الشمال إلى الجنوب يلحقون بقصف ويقتلون. ماذا تريد إبادة شعب بأكمله حتى تنتقم مما تعرضت له في 7 أكتوبر؟ سيادة السفير، احنا طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، سفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة.